أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من نمبر 1 القصير المكير الداهية كابتن وائل رياض شيتوس، واحد من أكتر اللعيبة اللي كنت بتتمنى تشوف الكرة في رجليهم، سواء مع منتخب مصر، سواء مع النادي الأهلي، سواء مع حرس الحدود، مع المصرية للاتصالات، لأنه لعيب بالفطرة موهوب. ودلوقتي هو سيميوني الكرة المصرية، ربنا سامحنا يا رب على اللي احنا بنقوله. أكد باللي بنكدبه ده. شرفنا ومنورنا نجم النجوم. حبيبي هيما، أخبارك إيه؟ وحشني كتير جدا. والله وأنت كمان ألف مبروك على البرنامج الجميل، وإن شاء الله بإذن الله متألق كالعادة يعني. باي شادد. لا أنا يعني بص أنا لما عرفت إن أنا طالع معاك جبت أضيق بليزر عندي. بحس ان انا يبقى باين ان في حاجه، لان انا عارف ان انت دايما بتلعب في الجيم على طول قبل الحلقه، فقلت لازم يبقى اضيق بليزر، انما لو حد تاني هطلع بالبليزرات العاديه المقاسات العاديه، ده السمول. انا عندي عاده الميديم، بطلع بالميديم. منور الدنيا نجم النجوم. عندنا كلام مهم جدا، لكن عندنا انفراد وسبق فيه منتهى الاهميه. النهارده هيبقى حوارنا مع الكابتن وائل رياض شيتوس، هيعجبكم جدا جدا، لان دايما هو على طبيعته وصريح جدا جدا. خبر مهم جدا، المصري بينهي اتفاقه رسميا مع شيكابالا نجم مصر ونجم نادي الزمالك. التفاصيل انه اللاعب لمدة 6 شهور في الاول، وبعدين سنة، يعني تقدر تقول سنة ونص، صح كده، موسم ونصف، 6 شهور مقابل 2 مليون، وبعدين 20,000 يورو للنادي اليوناني، وبعدين السنة التانية هيبقى ب3 مليون. ده خبر خاص لينا هنا في نمبر 1. انا معايا على التليفون الاستاذ احمد شاملة، عضو مجلس ادارة النادي المصري واللي اتم هذا التعاقد. استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل والف مبروك. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، بس على حضرتك وبس على الكابتن وائل نجم مصر. حبيبي استاذ احمد. ومساء السادة المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا قاعدين مع شيكا وتواصلنا زي ما حضرتك قلت كده، بس لسه بس يعني المستشار مرتضى منصور ان شاء الله ناخد المره بتاعت بكره. كان معايا على التليفون، كنت انا قعدت مع امير بيه وكنت خلصت معاه اسبوع كده، بس كان في سيتا كنا قعدنا معاه وكان بيخلص مع النادي اليوناني، والحمد لله قعدت معاه النهارده. يعتبر نفس الكلام اللي حضرتك قلته كده. وطبعا احنا شيكا احنا ما تقدرش بمال شيكا، يعتبر نجم مصر وتعليمات الكابتن ايهاب، طبعا كابتن ايهاب جلال، وجمهور بورسعيد كله مستني شيكا ان شاء الله في الملعب باذن الله. مفيش شك يعني تعاقد في منتهى الاهميه واضافه كبيره للنادي المصري. اذا شيكابالا فقط بس تنتظروا الاتفاق النهائي مع رئيس نادي الزمالك، لكنه اتمت كل حاجه مع شيكابالا لمده سنه ونصف يصبح لاعبا في النادي المصري. 2 مليون في الاول و20 الف يورو ده لمده 6 شهور للنادي اليوناني، وفي الموسم الثاني هيبقى 3 مليون. هل حضرتك حابب انك تقول حاجه من خلال هذا التعاقد او توصل رساله لجماهير النادي الاسماعيلي، اسف، لجماهير النادي المصري بسبب هذا التعاقد؟ لا والله احنا بنطمن جمهور النادي المصري. يمكن الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه شويه على النادي المصري، بس الحمد لله يعني عدناها. يمكن المكسب الاخير كانت الماتش الاخير، الحمد لله كسبناه. كنا محتاجين ان احنا نعدي ماتش المقاولين دون، يطمن المجلس، يطمن جمهور بورسعيد، يطمن المجلس، يطمن الجهاز الفني المحترم بتاع الكابتن ايهاب جلال. الحمد لله، وان شاء الله باذن الله بطمن جمهور بورسعيد ان في برضه من خلالك ان شاء الله صفقتين تانيين في خلال الثلاث ايام دول، في لعيب افريقي ان شاء الله فيرويد، وفي واحد جاي من منتخب فلسطين ان شاء الله برضه. ان شاء الله في خلال ايام، يعني في خلال ساعات هيكونوا متواجدين برضه بورسعيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، كامل التوفيق ان شاء الله باذن الله ليكم وللنادي المصري وشيكابالا مع النادي المصري. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ احمد شامله، عضو مجلس اداره النادي المصري.